أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لهذه الليلة وأيضا اليوم غد الثلاثاء بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات من الأمطار تكون متفرقة، 15 درجة مئوية فقط متوقعة الملموسة، 15 الرطوبة مرتفعة حوالي 94% والرياح تكون معتدلة السرعة. أنتقل الآن إلى تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة اليوم غد الثلاثاء في باقي مناطق المملكة. نبدأ شمالا، سكاكا فرصة لزخات من الأمطار 22 إلى 13، عرعر فرصة لزخات رعدية من الأمطار 20 إلى 10، تبوك طقس صافي 22 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، حيث يسود طقس غائم جزئي 26 إلى 14، جدة 30 إلى 21، مكة المكرمة فرصة لزخات من الأمطار 29 إلى 21، الطائف 22 إلى 15 مع فرصة لزخات من الأمطار. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم المناطق، أبها 19 إلى 11، الباحة 19 إلى 16، وجازان 31 إلى 27. انتقل الآن إلى المنطقة الشرقية، نبدأ بالدمام، زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 21، حفر الباطن أيضا زخات رعدية من الأمطار 17 إلى 15، والإحساء 28 إلى 20. ننهي نشرتنا بالمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة الرياض، فرصة لزخات متفرقة من الأمطار 22 إلى 17، بريدة 23 إلى 15، وحائل 20 إلى 12. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.